بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في خدمة دروس. موضوع الدرس إثبات صحة المتطابقات المثلثية من الصف الثالث الثانوي للفصل الدراسي الأول، يقدمه الأستاذ قصي صالح عياش. سنتعلم هذا اليوم كيفية إثبات صحة المتطابقة المثلثية بتحويل أحد طرفيها إلى الآخر، ثم بعد ذلك إثبات صحة المتطابقة المثلثية بتحويل كلا طرفيها إلى العبارة نفسها. نبدأ بهذا المفهوم أولاً. لإثبات صحة متطابقة بتحويل طرفيها، نبسط أحد طرفي المتطابقة حتى يصبح الطرفان متساويين. نبدأ بهذا المثال. أثبت صحة المتطابقة ساين تربيع ثيتا على 1 ناقص كوساين ثيتا يساوي 1 زائد كوساين ثيتا. نبدأ بالطرف الأيسر الذي هو ساين تربيع ثيتا على 1 ناقص كوساين ثيتا. نستطيع الآن على الطرف الأيسر أن نضرب في مرافق المقام 1 ناقص كوساين ثيتا، نضرب في 1 زائد كوساين ثيتا ونقسم على 1 زائد كوساين ثيتا، كأننا ضربنا في العدد 1. لو اختصرنا هذا المقدار مع هذا يعطينا 1، والضرب في العدد 1 لا يغير من قيمة المقدار، وإنما نستفيد منه في تغيير صورة الشكل. ضربنا البسط والمقام في 1 زائد كوساين ثيتا. الآن للحصول على الناتج سنترك البسط كما هو، ساين تربيع ثيتا ضرب 1 زائد كوساين ثيتا، وضعنا الكسر أو بسط الكسر الثاني بين قوسين. الآن سنضرب المقام في المقام، نلاحظ أن 1 ناقص كوساين ثيتا ضرب 1 زائد كوساين ثيتا هو ناتج الفرق بين مربعين، فنضرب الأول في الأول والثاني في الثاني، 1 ضرب 1 يعطينا 1، ثم بعد ذلك سالب في موجب يعطينا سالب، كوساين ضرب كوساين يساوي كوساين تربيع، ونوضح ذلك، هذا ناتج الفرق بين مربعين، 1 يعني 1 تربيع ناقص كوساين تربيع ثيتا هو 1 ناقص كوساين ثيتا ضرب 1 زائد كوساين ثيتا. الآن البسط كما هو، نلاحظ أن 1 ناقص كوساين تربيع تساوي ساين تربيع، هذه متطابقة فيثاغورس الأولى، 1 ناقص كوساين تربيع يساوي ساين تربيع. بإمكاني الآن اختصار ساين تربيع مع ساين تربيع ليبقى لدينا الناتج 1 زائد كوساين ثيتا، والذي هو يساوي الطرف الأيمن، هذا الطرف الأيمن الذي هو 1 زائد كوساين ثيتا. ننتقل للمثال أو الفقرة الثانية في المثال. هذه الفقرة الثانية في إثبات صحة المتطابقة من خلال تحويل أحد طرفيها. نبدأ بالطرف الأيسر، هذا الطرف الأيسر، نلاحظ أن كوتان تربيع ثيتا هي عبارة عن كوساين تربيع ثيتا على ساين تربيع ثيتا ناقص كوساين تربيع ثيتا، نبقيها كما هي ونكتب هذا التبرير، كوتان تربيع ثيتا تساوي كوساين تربيع على ساين تربيع. الآن نستطيع أن نوحد المقامات، فنضرب بسط الأول في المقام الثاني، كوساين تربيع ضرب 1 يعطينا كوساين تربيع ناقص كوساين تربيع ضرب ساين تربيع فيعطينا كوساين تربيع ساين تربيع على ساين تربيع ضرب 1 يعطينا ساين تربيع، والعملية هذه هي توحيد المقامات. نلاحظ أن الكوساين موجودة في البسط في الحد الأول وموجودة في الحد الثاني، فنستطيع سحب كوساين عامل مشترك بالشكل التالي، كوساين تربيع ثيتا عامل مشترك من الحد الأول في البسط والحد الثاني. نقسم الآن، كوساين تربيع ثيتا على كوساين تربيع ثيتا يعطينا الناتج 1،
ثم سالب كوساين تربيع ثيتا ساين تربيع ثيتا على كوساين تربيع ثيتا، فإذا قسمنا نختصر كوساين مع كوساين ليبقى ساين تربيع ثيتا، المقام يبقى كما هو. لاحظ هنا طبعا، لاحظ هنا وضعنا ساين في مقام الكوساين أو قريبة من الكوساين، لأننا سوف نختصر الآن أو نكتب بشكل آخر كوساين تربيع ثيتا على ساين تربيع ثيتا ناتجها هو كوتان ثيتا، والمقدار الآخر واحد ناقص ساين تربيع من متطابقة فيثاغورس الأولى يعطينا كوساين تربيع، واحد ناقص ساين تربيع هو كوساين تربيع ثيتا، وهذا بالضبط هو الطرف الأيمن كوتان ثيتا ضرب كوساين تربيع ثيتا. ننتقل إلى المثال الثاني. أي مما يلي يكافئ العبارة كوساين ثيتا ضرب كوسك ثيتا على تان ثيتا؟ نحل هذه العبارة ثم نختار الخيار المناسب. هذه العبارة الأصلية، من خلال هذه العبارة كوساين تبقى كما هي، ثم بعد ذلك كوسك ثيتا، الكوسك عبارة عن واحد على ساين ثيتا لأنها مقلوب ساين، والتان عبارة عن كوساين ثيتا على ساين ثيتا، ونوضح هذه العملية هنا، كوسك عبارة عن واحد على كوساين، كذلك التان عبارة عن ساين على كوساين. نبسط الناتج، كوساين ضرب واحد يعطينا كوساين ثيتا، إذن كوساين على ساين على ساين على كوساين. الآن حال قسمة كسر على كسر، نضرب القريب في القريب ونضعه في المقام، والبعيد في البعيد ونضعه في البسط. كوساين ضرب كوساين يعطينا كوساين تربيع ثيتا، وساين ضرب ساين يعطينا ساين تربيع ثيتا. نلاحظ أن كوساين تربيع على ساين تربيع يعطينا كوتان تربيع ثيتا، ويكون هذا هو المطلوب الفقرة C. ننتقل للمثال التالي. أي مما يلي يكافئ العبارة تان ضرب كوتان تربيع ثيتا ناقص كوساين تربيع ثيتا؟ نكتب العبارة الأصلية، تان تربيع ضرب كوتان تربيع ثيتا ناقص كوساين تربيع ثيتا، وهذه هي العبارة الأصلية. بفك القوس الآن، تان ضرب كوتان، تان تربيع ضرب كوتان تربيع ناقص تان تربيع ضرب كوساين تربيع. نلاحظ أن تان تربيع ضرب كوتان تربيع يساوي واحد، لأن التان مقلوبها هو كوتان، فأي دالة مضروبة في مقلوبها يعطينا واحد ناقص كوتان. يمكن كتابتها على صورة ساين تربيع على كوساين تربيع، أما كوساين تربيع فتبقى كما هي. نبرر الآن، طبعا عوضنا هنا عن تان تربيع بساين تربيع على كوساين تربيع. يمكن الآن الاختصار كوساين تربيع مع كوساين تربيع ليبقى لدينا الناتج واحد ناقص ساين تربيع ثيتا. ومن المعلوم لدينا أن واحد ناقص ساين تربيع ثيتا يساوي كوساين تربيع ثيتا من متطابقة فيثاغورس الأولى، ويكون الاختيار الصحيح هو C كوساين تربيع ثيتا. ننتقل إلى هذا المفهوم. اقتراحات لإثبات صحة متطابقة. أولا، بسط العبارة بالاستفادة من المتطابقات المثلثية الأساسية اللي هي ساين وكوساين وتان. أحيانا نبقيها تان وأحيانا نحولها إلى ساين على كوساين. حلل أو اضرب كل من البسط والمقام بالعبارة المثلثية نفسها. اكتب كل طرف باستخدام الجيب وجيب التمام فقط، أي ساين وكوساين، طبعا هذا ما أمكن. لا تنفذ أي عملية على طرف المعادلة، وإنما تبسيط فقط، يعني لا تحول طرف إلى طرف آخر، وإنما المقصود هو التبسيط فقط. نبدأ بهذا المثال.
أثبت صحة المتطابقة كوساين ضرب كوتان ثيتا يساوي كوسك ثيتا ناقص ساين ثيتا. طبعا نريد الحل هنا من خلال تحويل كلا الطرفين. أحيانا نكون مضطرين إلى التحويل أو الحل أو الإثبات الصحة من خلال تحويل كلا الطرفين، وأحيانا يمكن من خلال أحد الطرفين. نبدأ أولا بالطرف الأيسر كوساين ضرب كوتان. نلاحظ أن الكوساين تبقى كما هي ضرب كوتان، الكوتان عبارة عن كوساين ثيتا على ساين ثيتا. نضرب الآن كوساين ضرب كوساين يعطينا كوساين تربيع، والساين تبقى كما هي. طبعا بالإمكان الآن الاستمرار حتى نصل إلى الطرف الأيمن، ولكن نحن نريد الإثبات من خلال تحويل كلا الطرفين. كما قلنا أحيانا يصعب التحويل إلا من خلال كلا الطرفين، وأحيانا يمكن بالطريقتين. نأخذ الآن الطرف الأيمن كوسيك ثيتا ناقص ساين ثيتا. نلاحظ أن كوسيك ثيتا هي عبارة عن واحد على ساين ثيتا ناقص ساين ثيتا. الآن نوحد المقام، واحد ضرب واحد يعطينا واحد ناقص ساين ضرب ساين يعطينا ساين تربيع على واحد ضرب ساين ثيتا يعطينا ساين ثيتا، والعملية هذه توحيد المقامات. واحد ناقص ساين تربيع نستطيع أن نعوضها بكوساين تربيع ثيتا على ساين ثيتا. طبعا هذه عبارة عن متطابقة فيثاغورس الأولى، واحد ناقص ساين تربيع ثيتا تساوي كوساين تربيع ثيتا. نلاحظ أن الطرف الأيمن أو ناتج الطرف الأيمن أصبح يساوي ناتج الطرف الأيسر، وبالتالي نستطيع القول بأن الطرفين متساويين. نأخذ مثال آخر، أثبت صحة المتطابقة كوسك تربيع ثيتا ناقص كوتان تربيع ثيتا يساوي كوتان ثيتا ضرب تان ثيتا. نبدأ بالطرف الأيسر كوسك تربيع ثيتا ناقص كوتان تربيع ثيتا، هذا الطرف الأيسر. نلاحظ أن كوسك تربيع ثيتا يمكن كتابتها على الشكل واحد على ساين تربيع ثيتا، لأن كوسك مقلوبها ساين ناقص كوتان تربيع ثيتا يمكن كتابتها على الشكل كوساين تربيع ثيتا على ساين تربيع ثيتا. طبعا المقام هنا موحد ساين تربيع ثيتا، فنجمع البسط مع البسط، واحد ناقص كوساين تربيع ثيتا على ساين تربيع ثيتا. الآن واحد ناقص كوساين تربيع ثيتا تساوي ساين تربيع ثيتا التي هي متطابقة فيثاغورس، واحد ناقص كوساين تربيع يساوي ساين تربيع. نلاحظ أن البسط والمقام متساويين، ساين تربيع ثيتا على ساين تربيع ثيتا يعطينا الناتج واحد. نذهب الآن إلى الطرف الأيمن، الطرف الأيمن كوتان ثيتا ضرب تان ثيتا. من المعلوم لدينا أن مقلوب كوتان هو تان، وبالتالي أي دالة تضرب في مقلوبها يعطينا الناتج واحد مباشرة. ليس هناك داعي أن أكتب كوتان عبارة عن كوساين على ساين ضرب ساين على كوساين ثم أختصر، معروف بأن كوتان ثيتا ضرب تان ثيتا يساوي واحد. الآن نلاحظ أن ناتج الطرف الأيمن وناتج الطرف الأيسر متساويين، وبالتالي تكون العبارة أو المتطابقة صحيحة. ننتقل إلى تمارين التقويم. أي مما يلي لا يكافئ كوساين ثيتا، حيث الزاوية ثيتا أكبر من صفر وأقل من باي على اثنين، يعني في الربع الأول. طبعا بالنظر إلى الخيارات من الوهلة الأولى نلاحظ أن تان ضرب كوتان يساوي واحد، تان ثيتا ضرب كوتان ثيتا يساوي واحد، وبالتالي تكون هذه الإجابة هي الإجابة المطلوبة، تان ضرب كوتان يساوي واحد، وهذا الاختيار الصحيح. ولكن باستعراض بقية الخيارات نلاحظ أن كوساين تربيع ثيتا زائد ساين تربيع ثيتا يساوي واحد، متطابقة فيثاغورس الأولى، فإذا قسمنا كوساين على واحد يعطينا كوساين، وبالتالي تكافئ كوساين. كوتان ثيتا، الكوتان عبارة عن كوساين على ساين، إذا ضربتها في الساين نختصر الساين مع الساين
يبقى لدينا كوساين، وبالتالي تكافئ العبارة المعطاة. كذلك واحد ناقص ساين تربيع ثيتا على كوساين ثيتا، واحد ناقص ساين تربيع ثيتا هي عبارة عن كوساين تربيع ثيتا. كوساين تربيع ثيتا على كوساين ثيتا، نختصر كوساين مع كوساين فيبقى كوساين ثيتا، ويكون الناتج يكافئ كوساين ثيتا. ننتقل إلى المثال الثاني. أي مما يأتي يكافئ واحد زائد تان تربيع على تان تربيع ثيتا؟ من المعلوم لدينا أن القانون واحد زائد تان تربيع ثيتا يساوي سك تربيع ثيتا. نكتب العبارة الأصلية، واحد زائد تان تربيع ثيتا على تان تربيع ثيتا. نعوض الآن أو نستبدل واحد زائد تان تربيع بسك تربيع ثيتا على تان تربيع ثيتا. المزيد من التبسيط، نعلم أن سك تربيع ثيتا عبارة عن واحد على كوساين تربيع ثيتا، كذلك تان تربيع ثيتا عبارة عن ساين تربيع ثيتا على كوساين تربيع ثيتا. بالإمكان الاختصار مقام البسط مع مقام المقام ليبقى لدينا الناتج واحد على ساين تربيع ثيتا، والمقدار واحد على ساين تربيع ثيتا اللي هو عبارة عن كوسك تربيع ثيتا، ويكون الفقرة دي هو الاختيار الصحيح. تعلمنا في هذا اليوم كيفية إثبات صحة متطابقة مثلثية بتحويل أحد طرفيها، وكيفية إثبات صحة متطابقة مثلثية بتحويل كلا طرفيها. أشكركم لحسن استماعكم، وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.